بعد ما البنك المركزي المصري قرر ان هو يثبت اسعار الفايده في اجتماعه الاخير، طلع كلام كتير عن ان البنك الاهلي وبنك مصر لغوا شهادات ال 14% اللي كانوا طرحوها مؤخرا. ولكن هل الكلام ده صحيح؟ ولو فعلا البنوك دي لغت شهادات 14%، هل هيتم طرح شهادات بفايده تانية سواء اقل او اكتر؟ خليكم معانا في الفيديو ده هتعرفوا كل التفاصيل. البنك المركزي المصري قرر في الاجتماع الاخير ان هو يثبت اسعار الفايده عند نفس المستويات الحاليه دون تغيير. ولكن البنك المركزي عمل حاجة تانية علشان يسحب بيها السيولة، وهو ان رفع الاحتياط الالزامي على البنوك. بعد القرار ده في كلام كتير طلع عن ان البنك الاهلي المصري وبنك مصر هيلغوا شهادات ال 14% اللي كان تم طرحها بعد شهادات 18%. ولكن في مصادر في البنكين نفوا صحة الكلام ده وقال انه لم يتم الغاء شهادات ال 14% اللي تم طرحها وانها لسه شغاله. طبعا الشهادات دي تعتبر من اهم الاوعيه الادخاريه في مصر ومن اكتر المنتجات البنكيه اللي عليها اقبال من العملاء، وده لان في ناس كتير بتستخدمها في تحسين دخلها الشهري او بتستثمر فلوسها فيها. طيب ايه اعلى 10 شهادات موجوده في البنوك المصريه؟ اول بنك هو البنك الاهلي المصري، ومده الشهاده بتكون 3 سنين، الفايده عليها 14%، بيتم صرفها شهريا والحد الادنى للشهاده 1000 جنيه مضاعفتها. تاني بنك هو بنك مصر، مده الشهاده بتكون 3 سنين، الفايده عليها 14%، بيتم صرفها شهريا والحد الادنى للشهاده 1000 جنيه مضاعفتها، تقريبا نفس البنك الاهلي المصري. تالت بنك هو البنك التجاري الدولي، بيقدم شهاده لمده 3 سنين اسمها بريميوم، مدتها 3 سنين، الفايده عليها ثابته 13.5%. رابع بنك هو بنك ناصر الاجتماعي، بيقدم شهاده لمده 3 سنين، الفايده عليها 15% سنويا و14.5% ربع سنويا و14% شهريا. خامس بنك هو بنك التعمير والاسكان، بيقدم شهاده بفايده بتصل ل 14.4% سنويا، بيكون الحد الادنى لشراء الشهاده 1000000 جنيه مضاعفاتها اللي هي ال 100000 جنيه. سادس بنك هو بنك قطر الوطني، بيقدم شهاده مدتها 3 سنين بفايده 13.5% لو العميل عاوز العائد بشكل شهري، او عائد ثابت لمده عائد ثابت كمان 13.75% لو العميل عاوز العائد بشكل ربع سنوي، يعني كل 3 شهور من السنه، وبيبدا الحد الادنى للشهاده من 1000 جنيه مضاعفتها. سابع بنك هو البنك الاهلي الكويتي، بيقدم شهاده مدتها 3 سنين بفايده ثابته 13.5% سنويا، والعميل يقدر يقترض بضمان الشهاده لمده او لحد كمان 95% من قيمتها، ويقدر يربطها بحد ادنى بسيط بيبدا من 1000 جنيه. تامن بنك هو بنك البركه، بيقدم شهاده مدتها 3 سنين بعائد شهري متغير ما بيقلش عن 14%، بيبدا الحد الادنى للايداع والتمتع بمميزات الشهاده الجديده دي من 1000 جنيه ومضاعفتها. تسع بنك هو البنك العربي الافريقي، وبيقدم للعملاء شهادة اميرالد على مدة 3 سنين بفايدة 13.75% لو هيتم صرفها بشكل شهري، و14% لو هيتم صرفها بشكل ربع سنوي، وكمان 14.25% لو هتتقدم او هتاخد العائد بتاعها كمان بشكل نصف سنوي. عشر بنك هو بنك HSBC، بيوفر للعملاء شهادة لمدة 3 سنين بفايدة سنوية 13% ومعافاة كمان من الضريبة، مع إمكانية دفع العائد شهريا وهي ضفته للحساب الجاري أو حساب الادخار الخاص بالعميل.